وضعت وكالة موديز 5 بنوك مصرية قيد المراجعة لخفض محتمل لتصنيفات القوى المالية والودائع. والبنوك الخمسة بدعوة من هيئة التنسيق النقدية اللبنانية نفذ موظفو الدولة وأساتذة القطاعين الخاص والعام اعتصاما أمام السراي الحكومي في بيروت لمطالبة الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ورفعها إلى المجلس النيابي للتصديق عليها. حل الكنديون في المرتبة الأولى لقائمة الشعوب الأكثر استخداما للإنترنت على مستوى العالم. وأوضح تقرير الهيئة الكندية باعت شركة أبل 47,800,000 جهاز آيفون في الربع الأول من سنتها المالية التي تبدأ في أكتوبر، كما باعت الشركة 22,000,000 لألما وجرير. الأمريكي على تمديد سلطة الاقتراض بمقتضى سقف الدين الاتحادي إلى 19 من مايو المقبل. قال صندوق النقد الدولي إن استمرار الركود في منطقة اليورو وضعف الاقتصاد في اليابان سيؤثران سلبا على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام. وتوقع الصندوق نمو استقطبت الدول النامية استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي فقط تلك التي ذهبت إلى الدول الغنية. أكد وزير خارجية نيوزيلندا هون موراي ماكالي أن 77% من الطاقة الكهربائية في بلاده تأتي من موارد متجددة. وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية قال ماكالي إن بلاده قامت بمساعدة دول آسيوية لتوليد الطاقة الجيوحرارية وهي على استعداد للتعاون مع مزيد من الدول. بدأ العراق بحملة تسويقية جديدة بهدف زيادة صادراته النفطية. وتشمل الحملة التنسيق النقابية اللبنانية نفذ موظفو الدولة وأساتذة القطاعين الخاص والعام اعتصاما أمام السراي الحكومي في بيروت لمطالبة الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ورفعه إلى المجلس النيابي للتصديق عليه. بهذا تنتهي الفقرة الاقتصادية، نعود إلى جرير وألما.